الميعاد ده خاص بالتسويق الالكتروني، ان المنتجات بتاعه الهيئه توضع على المنصه الالكترونيه بحيث انها يعني تكون معروفه سواء الاسواق المستهدفه سواء في مصر او في الدول العربيه او الدول الافريقيه. الهيئه سهم موجود كبير جدا وضخت استثمارات كبيره لصالح انتاج الادوات واللوازم للاجراءات الاحترازيه. الماسكات مثلا واحد منها، الهيئه بتنتج 300,000 ماسك في اليوم، بالاضافه الى البوابات التعقيم، وبوابات التعقيم اللي بتنتجها الهيئه باستخدام تكنولوجيا ضباب وليس الرذاذ، وفيها قياس الحراره وفيها تتبع للشخص اذا كانت درجه الحراره بتاعته مختلفه. الهيئه وفرت الكاميرات الحراريه لقياس درجات الحراره لاعداد كبيره من الاشخاص في وقت واحد. ايجي جيت دي احدى شركات صندوق تحيا مصر، منشاه لتنفيذ التوجه القياده السياسيه برئاسه فخامه رئيس عبد الفتاح السيسي ودوله رئيس مجلس الوزراء لانشاء منصه للتجاره الالكترونيه تنافس المنصات العالميه. طب احنا عندنا منتجات الهيئه ومصانعها يعني طفرة صناعية عظيمة جدا، ايه الخدمة التانية اللي بتقدمها ايجي جيت؟ ان احنا بنقدم للهيئة تصوير عالي الجودة وزيارات واقع افتراضي لمصانع الهيئة، بتتيح للمشتري او للمستهلك النهائي انه بيتجول في المصنع كما لو كان داخل المصنع. حاجة التانية اللي بتقدمها ايجي جيت للهيئة العربية للتصنيع، ان احنا بنطور الموقع الالكتروني للهيئة ليتماشى مع هذه الطفرة الصناعية، ودي هدية من ايجي جيت للهيئة العربية للتصنيع، لان احنا متخصصين جدا في الشق الخاص بالتكنولوجي.